نفس البلد وما عليك لا ولا هلك ولا ربط عليك. شو اللي احنا فيني يا اخي؟ انا مالي فكرت جواب يس. ايه تقيم خلق بعرف انك حلفتي. اسألي الشيخ شو بده كسر اليمين ووزع الكليان خرج للفقراء. لك اختي اعطيني وقت فكر بس لا تقطعيني هلا. يعني نحن ما بنستغني عنك. لك لا لا لك لا مو خدامة حاشاكي. طيب انا بسأل الشيخ وبدفع عنك الكفارة. لك لسه بترجع لي الجواز؟ لك اعطيني وقت. شو قلتيني؟ عندك اكثر من عروس؟ شو قلت له؟ عندك اكثر من عروس؟ ايه يخرب بيت ابنه. طيب شو من الاولاد وحاكيهم واقنعهم وبدها زمان هالشغله؟ لسه ما خلصت من المشكله. هلا بدك يعني حاكيهم؟ لك ما سمعتي شو قلت لهم؟ يعني بدي يوم لأرجع حاكيون. ما بدي أكسر كلمتي وحاكيون هلا. لك أختي فهمان عليكي فهمان. لك لا ما راح ينفقوا البنات ستي. بعدين إذا نفقوا في غيرهم كتير. أخي الشغلة ما حد بده وقفة منه. رجعت تزن عليه. يعني ضروري حاكي هو. هلا مو وقت اللوم أبوك. المهم إنه نوقف. حكي بيناتهم. لتكون ايه لكون يس. يخرب بيتك من يسر. مش هيك شي مرة تقلي نو. لعبت على بعضك. نجيب سلوم. لا ليش سلوم فتحي؟ نط على المطبخ وعم جيب لي سكينة. ايه يلا تعال يلا فوت على غرفتك جيب لي فك براغي ومقص احسن. طيب على هسي ها. وصل لا فتحي هلا بلك لا فتحي فوت استعول اخو قول الناس على ايه كثير منيح. فتحي شايف هاي العلبه في اربع براغي بتفك برخيتين وبتقلبها هيك قلبه فيها شرايط خير الله بتقصقص. لا في واحد رمادي بتشيله رفيع بتقصه ماشي خليكم كهرباء. لا لا تليفون انا بزماني اتكهربت فيه بس هيك لك فتحي. لا حمان طول بالك وطني حلو بس صور بعدي. لا قلت الحرارة يابا يابا دو دابا دابا دو اللي قالو قلت له قالو قلت الحرارة خفى أنا خفى خفزها شوي يابا يابا واحدة تقلي لو لو يا هان سنة ثانية فكت فكت قصف سرعة بس وقت الحرارة يا قصة يابا يابا دو. لك أختي شو بيصير إذا استنينا كم يوم وأقنعنا الأولاد ما تردي أختي لك؟ إيه لك حرارة. ما حكى ولا كلمة. مو هيك فتحي؟ شو بعرفني عم تسألني؟ أنا لساعتني صغير. بعدين قال لي هلأ شو نكثي ولا نوقع؟ لك شو توقع؟ يوقف رزق إلهي. إيه؟ مو اتفقنا رح نشتغل كل شي بإيدينا مشان ما نحتاج عمته؟ يلا اشتغلوا.
صبحي شو في يا نظيف؟ الله يعطيك العافية جلغمتو. اشتغلوا وعدتينا تحت التينة وما جيتينا. وعدتينا تحت التينة وما جيتينا. طالبنا بوسيم من خزدك ما عطيتينا. طالبنا بوسيم من خزدك ما عطيتينا. يلعن أبو النسوة ألعبوا هواهم. يلعن أبو النسوة ألعبوا هواهم. مثل السمك بالمية عزمي بيركض وراهم. مثل السمك بالمية عزمي بيركض وراهم. صايع ضايع مايع ضايع بالشوارع. يولع يولع ضايع بالشوارع. دور على بنت الحادل يا عزمي. الله يعطيكم العافية. داك شغلتوني الأرض. اهتم يا الشغلة. اشتغلوا. شو هالعلاقة اللي حلت لهم ياها خالتهم؟ رجعت لهم عقل الرحمن. معقولة من العلاقة؟ لك الله يرضى عليهم، لك الله يوفقهم. لك تلفت من التعب، ليش رجعتوا هلا؟ لك يا حبيبي ما لنا ابن صالح ابوه، بعدين لازم يحس انه ماني بحاجة حدا تاني بهالبيت. رافت عي يخفق البيض جيدا. ماشي الحال. وين خفقنا ويخفق ويخفق ويستمر ويخفق. شرشرنا على الدنيا ويخفق ويخفق ويستمر 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 ويدوم 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 ويتغلغل 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 ويتغلغل. تمام شوي وينتشر وينتشر. وفي كمان فتحي. ثم توضع السكر فوقه كاسة ونص مثل ما قريت لك. كاسة ونص هاي كاسة هاي نص سيك فتحي ربعي سيك. غسلهم هذول أول بأول مشان ما يتكون الجلي. ثم توضع كاسة الحليب ويستمر الخفق. ويستمر 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 وينتشر وينتشر. كاسة حليب كاسة كاسة حليب. وعدتينا تحت التينة وما جيتينا. وعدتينا تحت التينة وما جيتينا. طالبنا بوسي من قصرك ما عطيتينا. طالبنا بوسي من خدك ما عطيتينا. ربحي مسيك تسلي هاي الكاسة. ذكرت ماما كيف كانت قاعد فتحي يقرأ لها بالكتاب. كان سوي لنا جاتو وجيلي تورت. الله يرحمه. الله يرحمك يا أمي. الله يرحمه ويرحم ترابه ويرحمنا أجمعين. وعدتينا تحت التينة وما جيتينا. وعدتينا تحت التينة وما جيتينا. بابا عم نعمل لك جاتو مشان صالحنا. لك الا ما يرضى. يلا فتوح كمل لي قرايه. ثم تقطع السبانخ بعد غسلها. خرب بيتك من حالك. لك يا مسطول قلبت على صفحه تانية. يلعن أبو النسوة ألعبوا هواهم. يلعن أبو النسوة ألعبوا هواهم. مثل السامك بالمي بنركض وراهم. لك شو قصتك؟ لا حس ولا أنس. شو هالحلقة هاي؟ Come
يا لطيف. هذه الآلة نسيخ الشواء. لقيت له البوسة دو بولونيا والتابي 4 و1 2 3. صعب عليك. شو هذا؟ ماشي ماشي فرشي انت ما دخل بالغرفة. شو ما خلاص؟ بده شي دقيقتين لسا. تعليتهم كلياتهم؟ ما عاد في ولا قناة تذكر انه في نسوان بهالدنيا كلهم. الله عليك. احكوا هيك من زمان. ولي عسل. عسل ولا عسل ولا؟ وضري. سي ذكركم شغلة، ماما كانت تقول انه لازم نطفي النار الفوقانية قبل بعشر دقايق مشان ما يحترق وشه. والله انت اللي مطفي الفوقاني. معلش ندوقه؟ لك لا، شو ندوقه؟ ما بصير ندوقه قبل ما يدوق ابوه. بس بتعرف يا سيدي معلش هي اول مرة، بس ليك شلون؟ رافخ. نافش. لا امشوا شرفوا معي. امشي. بابا مشان الجاتو حبيبي صار جاهز، يعني هو احترق شوي من على وشه. ما تأخذنا، نحن أول مرة نشتغل بالجاتو. إذا حابب فيك تروح تدوقه بعد شوي. حبيبي نحن فايتين ننام. تصبح على خير يا بابا. لا تنسى فيك تروح تدوقه بعد شوي. الشغلة اللي اشتغلناها اتلفنا اليوم. بس وينا؟ طرقت لك معي فكرة اختها. شو هي؟ لا خليها للصبح للصبح. اماني اماني شو هي؟ لا. اخي بكرة ما حروح على المدرسة، عندي مشوار كتير مهم. محضر لكم مفاجأة. نام عندك لكن. دلك الله وصني. اتأخر أبوك شي 4 دقايق. ما بقى إلا يوصل. تشتغل عنا من اليوم. أمينة ولطيفة وظريفة ونظيفة. أنا شفتها بعدين احتياطا أخذت هويتها. رمزية هذا بابا.
بسمي.